عمر بن عبد العزيز خليفة، لكن خطأ أن يقال الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز، لا، هو أقل شأنا من معاوية الصحابي. فلو كان ثم خليفة خامس لكان هو من معاوية، أو على الأقل الحسن بن علي، الحسن بن علي أيضا حكم 6 أشهر. الخلفاء الراشدون 4 المشهورون، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا. وأما عمر عبد العزيز فقد اشتهر بالصلاح والزهد والعلم، وكان يقرب العلماء، كان يقرب العلماء ويتفقه على أيديهم، فلذلك نقل عنه من الكلام الذي يستفاد منه. طبعا كما سيتكلم